من إذاعة البحرين الكتاب فكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم أعزائنا المستمعين في الكتاب فكرة. في الكتاب فكرة يقال بأن العشق درجات ودركات، فنون وجنون، دوائر وزوايا حادة. يعيش العاشق في كنفها أحلاما طفولية وصبيانية، لكنها كبيرة في العمر. الكتاب فكرة. الكتاب فكرة. عشق من نوع آخر، وحب من النظرة الأولى. أجمل ما فيه الإحساس بالمحبوب وتلمسه وتذوق جماله الداخلي، بل والعيش في صدره ومشاركته في حياته ويومياته المفقودة إلا من ذكريات. الكتاب فكرة. الكتاب فكرة نوع من العشق يمكن ممارسته في كل زمان ومكان، في السر وفي العلن. نتكلم عن محبوب من نوع آخر، إنه خير جليس في الزمان، وخير أنيس مع الأحزان، وخير رفيق عند الحرمان. في الدقائق القادمة سنعيش معكم لحظات شعرية عاطفية نتحدث فيها عن معشوق يسمى الكتاب. الكتاب فكرة برنامج أسبوعي من الساعة 8 وحتى 9:30. البرنامج من إعداد وتقديم فالح الرويلي، حوار حسن الساعتي، وفي الإخراج أحمد الشريان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من الكتاب فكرة. حلقة اليوم مستمعين الكرام تتحدث عن الفيلم الوثائقي 5 خطوات نحو صناعة الطغيان، من إخراج إليزابيث ماكنتاير وإنتاج قناة بي بي سي شبكة الإذاعة البريطانية، وأنتج عام 2001 للميلاد. مر التاريخ الإنساني بالعديد من الكوارث والمجازر البشعة التي يندى لها الجبين، حيث تعد الحرب العالمية الثانية التي بدأت عام 1939 وانتهت عام 1945 للميلاد، تعتبر وتعد هذه الحرب هي الأبشع والأفضع من حيث عدد المدنيين الذين قضوا نحبهم، حيث يبلغ عددهم 56 مليون إنسان فاصل 4. أما على المستوى مستوى الإبادات الجماعية، فيعد ستالين من أبشع السفاحين الذين عرفهم التاريخ، حيث تسبب منذ عام 1920 ولغاية 50 القرن المنصرم، تسبب ستالين بمقتل وموت أكثر من 20 مليون إنسان في الاتحاد السوفيتي. في ألمانيا أباد النازيون من عام 1930 حتى 40 القرن المنصرم، أبادوا 11 مليون إنسان غير مرغوب فيهم. وفي اليابان، في الحرب الصينية اليابانية منذ عام 1930 ولغاية 40، تم إبادة أكثر من 10 ملايين إنسان. أما في الاجتياح السوفيتي لأفغانستان، راح ضحية هذا الغزو أكثر من 1.8 مليون. في رواندا في 90 قتل أكثر من 1 مليون إنسان. ولا ننسى إضافة المجاعة التي وقعت بين عام 1959 و1961 التي قضى فيها أكثر من 40 مليون إنسان في الصين نحبهم. هنا يتبادر سؤال: كيف يصنع الطغاة؟ وكيف يتمكنون من إيجاد أنظمة شمولية مستبدة تمتد جذورها عميقا في المجتمعات، ليمكثوا عقودا طويلة يلعبون ويرتعون دون أي قيود؟ وكيف يتحول البشر إلى وحوش مفترسة فاقدة للإنسانية؟
وهل الأشرار هم فقط؟ هل الأشرار من يقومون بالفضائع؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عليها في هذه الليلة، فابقوا معنا. الكتاب فكرة. الكتاب فكرة. أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونذكر بطرق التواصل عبر البرنامج عن طريق الاتصال على هاتف 1768848888 أو عن طريق المشاركة عن طريق صفحة فيسبوك الكتاب فكرة. أهلا بكم وأرحب بالأستاذ فالح الرويلي، حياك الله أستاذ فالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ حسن الله، ومرحبا بجميع الأخوة المستمعين في كل مكان. حياك الله. وعلى غير العادة اليوم في حلقتنا نتناول فيلما وثائقيا، ونحن عادة ما نتناول يعني شيئا ورقيا ملموسا، لكن هذه المرة نتناول هذا الموضوع المهم والذي يعني يكمن في هذا الفيلم الوثائقي، والذي كان بعنوان 5 خطوات نحو صناعة الطغيان. هل من رسالة يسعى البرنامج في هذه الليلة إلى إيصالها من خلال هذا العرض المختلف عما سبقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقات السابقة كنا نأخذ كتب، نتناول مجموعة من الكتب المختلفة والمنوعة في الثقافة وفي الفكر وفي الأدب وفي غيرها من الموضوعات المنوعة. حديثنا اليوم عن فيلم وثائقي من إنتاج البي بي سي في عام 2001. نريد أن نوصل رسالة في هذا البرنامج، أن المعرفة أو القراءة ليست مجرد تحليل رموز، المسألة أكبر من ذلك بكثير. عندما نزل الوحي على سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام في غار حراء، وبدأ بأول كلمة في القرآن الكريم كانت اقرأ، وكان سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام يقول ما أنا بقارئ، فأعاد الوحي مرة أخرى اقرأ. كانت كلمة اقرأ هذه لها مدلولات كبيرة أعمق من مجرد كلمة تعني تحليل رموز وقراءة في بين دفتي كتب وفي صفحات، المسألة أكبر من ذلك بكثير. تحدثنا في الحلقة السابقة في موضوع مشكلة الثقافة، كيف أن المسميات والأسماء بينهما علاقة، ولكن علينا أن نفهم المسميات بشكل أكبر من مجرد تكرار اسم معين كما ذكرنا في الزمن. نريد أن نقول أن القراءة لها معنى أكبر من ذلك وأعمق من ذلك بكثير. نريد اليوم أن نوصل رسالة أن القراءة هي بين دفتي كتاب وفي فيلم وثائقي وفي محاضرة هادفة معرفية وفي درس وفي دورة وفي الكثير من مجالات الحياة المختلفة. يستطيع الإنسان اليوم في أثناء تجوله بسيارته أن يستمع إلى سلسلة كبيرة جدا من المحاضرات والدورات الموجودة على الإنترنت وفي الأشرطة وفي السيديات، يستطيع أن يحصل على كم كبير من المعلومات، وكذلك يستطيع أن يحصل على المعرفة. وتطرقنا لي في حلقات سابقة إلى الفرق بين المعرفة وبين القراءة، أو ما بين المعلومات والمعرفة عفوا. البرامج الوثائقية تقدم أيضا معرفة إنسانية، ويمكنها، شوف ميزة البرامج الوثائقية أستاذ حسن، أنها يمكن أن تبسط المعلومة وأن توصلها لذهن المتلقي بشكل بسيط، ومن خلال استخدام قوة الصورة ومن خلال استخدام قوة الصوت والتأثيرات المختلفة. يمكن أن يمل الإنسان أحيانا عندما يقرأ في كتاب، لكنه عندما يشاهد فيلم وثائقي فيه الصورة وفيه الصوت وفيه المؤثرات المختلفة والتركيبات الجمالية المنوعة، فإنها تجذبه، إنها توصل له المعلومة بشكل بسيط وسلس وسهل ممتنع. هناك في وسائل التعليم لدينا نظرية وضعها إدغار ديل، وهي هرم الخبرة. تقوم نظرية هرم الخبرة على الوسائل التعليمية أن أسوأ وسيلة للتعليم هي الكلمات المجردة. أسوأ ليس من حيث أنها سيئة، ولكن من حيث إيصال الفكرة إلى المتلقي. المدرس اللي يشرح لطلابه عن الغابة ويقول لهم هناك فيل وهناك أسد وهناك حمار وحشي وهناك الزرافة وهناك، هل يستطيع أن يوصل الفكرة بمعناها الصحيح كما لو عرض عليهم فيلم وثائقي عن الغابة وعن الحيوانات الموجودة فيها؟ بالطبع لا. أكثر من ذلك،
يستطيع الإنسان ويستطيع مدرس أن يوصل فكرة الغابة عندما يأخذ الطلاب إلى غابة إلى حديقة معينة. فهذا هو هرم الخبرة، الأساليب أو الوسائل التعليمية التي توصل المعلومة بقوة وبشكل أكثر جودة. فالأفلام الوثائقية تقدم المعلومة وتقدم المعرفة بأسلوب جميل سهل ممتنع أحيانا من خلال المؤثرات الكثيرة. ونحن اليوم نعيش في عصر السرعة وفي عصر الميديا. الكثير من الشباب اليوم لديهم تليفونات نقالة، هو غير مستعد أن يجلس على كتاب بالساعات، لكنه مستعد أن يجلس ساعات طويلة على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى برامج التواصل الموجودة اليوم مثل الواتساب وغيرها من البرامج. يمكن أن يجلس ساعات طويلة لكنه لا يستطيع أن يجلس أمام الكتاب، يحتاج الكتاب إلى نوع من المرونة. ولكن الفيلم الوثائقي يتخطى الكثير من العقبات والإشكاليات لإيصال المعرفة. هذا الهدف الذي نريد أن نوصله اليوم إلى الأخوة المستمعين. لدينا اليوم الكثير من القنوات الوثائقية التي تقدم مادة رائعة جدا في مختلف المجالات المعرفية الإنسانية. لدينا جزيرة دوكيومنت وناشيونال جيوغرافيك وديسكفري وغيرها من القنوات، يستطيع الإنسان يقضي أمامها ساعات طويلة في التنقل بين فروع وبين فروع العلم المختلف، ويستطيع أن يتنقل من بستان إلى آخر ويشم بديع المعلومات الجميلة بالصورة وبالصوت الرائع. هذا هو الهدف من تطرقنا اليوم لموضوع خمس خطوات نحو الطغيان، وهو عبارة عن فيلم وثائقي للبي بي سي في عام 2001 تم إنتاجه. نعم، خمس خطوات نحو صناعة الطغيان، هذا هو اسم الفيلم الوثائقي. فأين تكمن أهمية الموضوع؟ أهمية الموضوع، احنا طرحنا سؤال في بداية حديثنا عن في المحاور، هل الأشرار هم فقط من يقوم بالفضائع؟ الفيلم يجيب إجابة صادمة، إجابة صارخة فيها صيحة وصرخة مدوية، أن من يقوم بالفضائع لا يشترط أن يكون مجرم، لا يشترط أن يكون طاغية، أن يكون خريج سجون، بل حتى الإنسان البسيط في المجتمع، الإنسان العادي، يمكن من خلال ظروف معينة، من خلال تبنيه لمجموعة من الأفكار والقيم، من خلال دمجه في منظومة، منظومة طغيان، أن يتحول إلى مجرم، ومجرم عاتي وشرس وفظيع، ويرتكب أبشع الجرائم، ويكون ولا يهتز له طرف ولا يجفل له ضمير ولا يحس بأي تأنيب من أي صورة وبأي شكل، وهو إنسان عادي لم يتربى على الإجرام وعلى العنف وعلى القتل مطلقا. طيب، هل نتكلم عن ارتكاب العمد لهذه الفضاء؟ طبعا طبعا، نحن نتكلم اليوم عن صناعة الطغيان. الفيلم صادم، أنا أتمنى كل من يسمع، موجود ومتوفر اليوم في اليوتيوب، خمس خطوات نحو الطغيان، مدته ساعة يعني تقريبا، نعم 57 دقيقة قول ساعة. فيه الكثير من النماذج، نماذج إنسانية موجودة كما ذكرت فيه في حديثك. نتكلم عن مجازر معروفة في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والإبادات الجماعية التي قام بها ستالين، وفي الصين الشيوعية وحرب اليابان مع الصين، وفي رواندا وفي أفغانستان وفي البوسنة والهرسك، في كثير من البقع اليوم في سوريا، هناك الكثير من المجازر تحدث هنا وهناك. لماذا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذا المستوى من الإجرام؟ هذا ما يجب عليه الفيلم اليوم. أهمية الفيلم كبيرة جدا، لأنه موثق بشكل موضوعي علمي. تحتاج أن تناقش في الفيلم، لا تكلمني بعاطفة، لا يستطيع الإنسان أن يقوم بالفضائح، كلا، الفيلم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك من خلال نظريات نفسية ومن خلال دراسات وبحوث أجريت على بشر عاديين، أن الإنسان يمكن أن يقوم بالفضائع تحت مسميات كثيرة، تحت مسمى الدين ومسمى العقيدة ومسمى الوطنية ومسمى الأيديولوجية مسميات كثيرة ليس لها حصر، يقوم بالجريمة متعمد، عامد متعمد، ولا يتحرك ضميره مطلقا، بل قد لا يظن قبل الحديث، قبل أن أشاهد هذا الفيلم لم أكن أظن أو أتوقع أو أعتقد، أو عفوا خلنا نقول أظن، لأن الاعتقاد مختلف عن الظن، لم أكن أظن مطلقا أن الإنسان الطبيعي يمكن أن يقوم بالفضائع. فعرفت بعد مشاهدة هذا الفيلم أن الإنسان يمكن أن يقوم بما هو أفضع من ذلك، ولكن من خلال مجموعة من الخطوات ذكرها الفيلم. الخطوة الأولى هي نحن وهم، وسنتكلم بها بالتفصيل. إطاعة الأوامر، هذه هي الخطوة الثانية.
الخطوة الثالثة الحق الضرر بهم، الخطوة الرابعة اتخذ موقفا أو تنحى جانبا، الخطوة الخامسة والأخيرة وهي الأخطر الإبادة. هذه الخطوات الخمسة نحو صناعة الطغيان، نحو تحويل الإنسان من مخلوق بشري إلى مخلوق آخر غير بشري، مخلوق مختلف تماما. بل حتى المخلوقات، حتى الحيوانات في الغابة لا يمكن أن تصنع كما يصنع الإنسان. المخلوقات في الغابة تصطاد وتقتل الفريسة عندما تجوع لحاجة. لم نسمع عن أسد أو نمر أنه قتل لأجل المتعة فقط، أو قتل نعم أن لكي يرفه عن نفسه، لكي يحقق قيمه أو معتقداته، يقتل من أجل تحقيق المعتقدات مطلقا. لم نسمع هذه الحياة المختلفة في الغابة. نحن البشر الله سبحانه وتعالى وهبنا العقل، لكن يمكن أن نتحول في ظروف معينة إلى شر أكثر حتى من الحيوانات. اللهم حسن لنا أخلاقنا وجمل لنا سلوكياتنا كما جملت خلقنا. أهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى، ولازلنا معكم في بداية الحلقة، ونحن نذكر بأننا نناقش هذا اليوم ليس كتابا وإنما فيلما وثائقيا بعنوان خمس خطوات نحو صناعة الطغيان، قامت بإنتاجه قناة بي بي سي في عام 2001 وهو من إخراج إليزابيث ماكنتاير. أهلا بك أستاذ صالح مرة أخرى، وذكرت بأننا سوف نكون بصدد شرح الخطوة الأولى في هذا الفيلم الذي تتحدث عن صناعة الطغيان في الإنسان البشري البريء، الذي يعني نراه لطيفا وبريئا ولكنه قد يكون قابلا إلى أن يكون في شر مستطير. من أين يبدأ الطغيان؟ ولنتناول الخطوة الأولى التي تكلمت عنها وهي نحن وهم. نعم، الخطوة الأولى لصناعة الطغيان هي نحن وهم. في هذه الخطوة تقوم على اعتماد التباين والتمايز بين فريقين أو أكثر من البشر. وعلى فكرة نستطيع أن نوجد عدد كبير من الاختلافات بين البشر، لا يشترط أن تكون هذه الاختلافات من اختيار الإنسان. أعطيك مثال على نحن وهم. التباين في اللون، نستطيع أن نصنف البشر اليوم إلى الألوان، هناك الأبيض والأصفر والأحمر والأسود، ألوان كثيرة تنوع. هل الإنسان يستطيع أو يملك التحكم بلونه؟ مطلقا، خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الهيئة، لا يستطيع أن يغير لونه اليوم لا شك. أو العرق، أحيانا العرقيات الإثنيات المختلفة والمنوعة، القومية العربية والشركسية والشيشانية والأفغانية والكردية والتركية، الناس بهذا الشكل أصلا. الله سبحانه وتعالى جعلنا قبائل وشعوب بلا شك يعني لنتعارف. طيب لماذا طرحت هذه النقطة الآن أستاذ صالح؟ يعني لماذا نتحدث عن العنصرية وعن اللون وعن لأن هذه هي الخطوة الأولى من خطوات صناعة الطغيان. كيف؟ وجود تباين بين البشر. دعني أكمل. كذلك قد يكون الاختلاف نحن وهم من واقع الجغرافي، هو في الدولة الفلانية وأنا في الدولة الفلانية، أنا أصلي كذا وهو أصله كذا. هذا نوع آخر من التفرقة بين الناس، هم ونحن. كذلك الصفات الجسدية أو العقلية، تستطيع أن تفرق هم ونحن. لون العينين، في إحدى المدرسات بعد أن اغتيل أظن لوثر كينغ أو عفوا مارتن لوثر كينغ أو إكس، لا أذكر اسم الشخصية، إحدى الشخصيات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان أسود أسمر البشرة. نعم. فطلابها تقول، هي هذه المدرسة موجود في الفيلم، تقول المدرسة لم أستطع أن أشرح لطلابي في الصف الثالث أو الرابع الابتدائي أو في المرحلة الابتدائية لماذا قتل هذا الشخص على أساس التمييز العنصري. فأجرت معهم تجربة بسيطة. التجربة فرقت بين الطلاب في الصف، هي كأول شيء كانت تبحث عن طريقة للتفريق بينهم. هم كلهم بيض وكلهم من نفس المنطقة وكلهم نفس الأعمار وتقريبا الأصول واحدة غير مختلفة. ففرقت بينهم على لون العين، وبدأت تقول العين البنية والعين الزرقاء. العين البنية هي للأشخاص، عاد اسمع معي الحين، العين البنية لأشخاص
أقل من مستوى البشرية، ليس لهم الحق أن يشربوا من الماء مع الآخرين، ليس لهم الحق أن يجلسوا معكم، ليس لهم الحق في كذا وكذا. أما أصحاب العيون الزرقاء فإنهم هم الجنس الأقوى، الجنس الأفضل، الجنس الأجرى، الجنس الأجمل. تكلم أطفال بهذا الطريقة ولاحظت الفرق، فوجدت أن تأثير التفرقة نحن وهم كان تأثير كبير جدا ومباشر. شعر أصحاب العيون البنية بالدونية مباشرة، وشعروا بالتأثر الشديد والانغلاق على النفس، في حين أن ذوي العيون الزرقاء شعروا أنهم أشخاص متميزين، أنهم العرق الأفضل، العرق الأجمل، وبدأوا حتى بمضايقة أصحاب العيون البنية. شوف كيف التجربة موجودة في الفيلم، وتجربة جميلة الحقيقة، تبين أثر نحن وهم كيف تخلق التفرقة بين البشر. مع أن لون العين، من يملك لون العين؟ رب العالمين سبحانه. الله سبحانه وتعالى يولد الإنسان لا يملك خيار. الأم والأب، المكان، المنطقة، هذه أمور لا نملك نحن التحكم فيها مطلقا، بل نولد عليها، الله سبحانه وتعالى يكتبه لنا. بعد أن نفرق ونعتمد التمايز والتباين بين الأشخاص وبين الأشخاص في المجتمع الواحد، ننتقل إلى صفة أخرى، نبين أن نحن المميزين، القادرين، الأفضل، الأسمى، الأجود، الأرقى، أكثر تفوقا من الطرف الآخر، بغض النظر من هو الطرف الآخر. هذه الطريقة في التفكير تقوم بإعادة صياغة الإنسان، فيبدأ صياغة الإنسان وطريقة تفكيره تقوم على أساس أني فعلا أفضل من الآخر، وأجمل من الآخر، وأنا أكثر إنسانية من الآخر، وأنا يحق لي ما لا يحق للآخر. لكن هم، شوف هذه الطريقة كيف تؤثر على الصنف الآخر من الناس، هم من نصفهم بالدونية وبأنهم الفريق الآخر الأقل مرتبة والأدنى منزلة، فيعاني على طول مباشرة، يشعر بنوع من التهميش والإحساس بالدونية، ويصبح هذا الإحساس جزءا من هويته. هذه مشكلة، عندما يصفك الآخر بأوصاف دونية ويكون هذا الآخر يشكل شريحة في المجتمع، يشعر الإنسان فعلا بأنه أدنى مرتبة من الطرف الآخر، فيصبح هناك أول شيء إحنا أوجدنا نوع من التمايز أو التباين الذي لا يملك الإنسان السيطرة عليه ولا يملك أن يتحكم فيه، فيدخل في ضمن وجداد وتفكير كل طرف. هم، أو خلنا نقول نحن، نصبح الأرقى والأفضل والأعلى مرتبة في المنزلة الإنسانية، وهم الطرف الآخر الأدنى والأهبط والأقل منزلة منا نحن. فتدخل في الوجدان إذا استطاع أي نظام. ولاحظ هنا، أريد أن أشير لمسألة مهمة، لا نتكلم هنا فقط حصرا على النظام عندما يتحكم ويسيطر، بل يمكن أن يكون النظام بأشكاله الأخرى المختلفة في داخل المجتمع، مؤسسات داخل المجتمع. سنتكلم عن رواندا. رواندا كان عندهم الهوتو والتوتسي، قبيلتين هما الأكبر والأكثر انتشارا في رواندا. هناك قبائل أخرى وعرقيات أخرى، نعم كانت موجودة، لكن هذه العرقيات لم تكن الحكومة تقوم على البعد الطائفي، بل حصلت إشكاليات بين القبيلتين، وغذتها إحدى القنوات الموجودة، قناة إذاعية تسببت في تعزيز الشق والفجوة بينهم ونحن، بين الهوتو والتوتسي، حتى أصبحت هناك حتى حصلت مجازر، حتى أنهم كانوا يقتلوا الهوتو من قبيلتهم اللي كانوا يقفون مع التوتسي، فكان حتى من يقف مع الطرف الآخر يعتبر خائن، يعتبر خرج عن تصنيفنا نحن. طيب، إذن هل يمكن أن نقول أن التمييز بكل أنواعه وبكل يعني أصنافه التي ذكرتها الآن، يعني أستاذ فالح، بدءا من حتى مسألة لون العيون، يعني وهي يعني شيء بسيط جدا، يعني هل يمكن لهذا التمييز أن يكون أول خطوة من خطوات صناعة الطغيان والاستبداد؟ لا شك، هذا السؤال الإجابة عليه مباشرة لا شك. لاحظ معي يا أخي، يستطيع أي نظام، أي جهة مستبدة، أن توجد نوع من الفوارق الوهمية أحيانا بين البشر، الوهمية أحيانا، هذه الفوارق وهمية، أن يكون لونك بنية ولوني زرقة، أو لوني أسمر ولونك أبيض فاتح. صحيح. هذه فوارق وهمية لا يقاس الإنسان
بإنسانيته على لون بشرته أو على المنطقة التي جاء منها أو حتى على معتقده ودينه. صحيح. لا ينظر للإنسان بهذا الشكل. نعم. الإنسان هو إنسان في النهاية، أين ولد، ما لونه، ما شكله، ما معتقداته، ما دينه، هذه أمور أخرى خاصة فيه بينه وبين ربه، حتى على مستوى الدين بين العبد وبين ربه. نعم. فعندما يستطيع أي نظام مستبد أن يوجد نوع من الفوارق الوهمية غير الحقيقية بين الناس والتي أحيانا لا يملكون القدرة على التحكم بها، وهو على فكرة لن نجد الكثير من العناء في خلق أو إيجاد نوع من التباين والاختلاف مع الطرف الآخر. تستطيع اليوم أن توجد بين أي مجموعة من الناس تباين وتمايز. أستطيع أن أتعامل معك أقول لك نحن مجموعة الإذاعيين نعمل في الإذاعة، شوف على طول هذا نوع من التمييز بيني وبين الآخرين. صحيح. نستطيع أن نقول نحن نسكن في منطقة واحدة. نستطيع أن نقول نحن ثقافتنا واحدة، لغتنا واحدة. نستطيع أن نوجد الكثير من أنواع التباين والاختلافات الموجودة بين البشر. ولعلي تكلمت سابقا، الاختلاف أمر إيجابي، أمر مجبول عليه الكون وموجود في الحياة الإنسانية وفي المجتمعات، لكن الأمر الغير مطلوب، الأمر غير المطلوب هو الاختلاف، هو الخلاف. نعم. الاختلاف مطلوب ولكن الخلاف هو المرفوض. اختلاف وخلاف أمران منفكان. خلنا نشوف كيف تعامل. حاولت أجتهد أن أجد بعض النصوص الدينية في القرآن والسنة النبوية التي تبين وتشير إلى مسألة هامة، وهي كيف يزيل الإسلام الفرق بين نحن وهم. لاحظ، بدأ الإسلام في القبائل العربية في قريش، ولكنه آخى بين العبيد والسادة في المجتمع. أوجد نوع من المؤاخاة بينهم، فأصبح سيدنا بلال، بل سيدنا عمر يقول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا. من هو سيدنا عمر بن الخطاب القرشي يقول عن بلال سيدنا أيضا. وحتى عندما في الحادثة الشهيرة أبو ذر الغفاري عندما رضي الله عنه عندما اختلف مع سيدنا بلال فقال له: يا ابن السوداء، فقال له الرسول: إنك امرؤ فيك جاهلية. فالإسلام قام على إزالة الفوارق بين البشر، بين طبقات البشر، وحد بينهم، آخى بينهم. نجد أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بين القبائل العربية المختلفة، بين السادة والعبيد. نعم. حتى أن هناك الكثير من الحديث: لا فرق بين عربي وأعجمي، ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، أو كما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: لا عربي على أعجمي إلا بالتقوى. نعم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه أول خطوة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. يعني حتى عندما ذهب إلى المدينة أول شيء آخى بين قبيلتين أوس والخزرج. نعم. أول شيء قام فيه، وقام بأمر آخر مهم. كان هناك يهود في المدينة، فقام بكتابة وثيقة المدينة التي عززت من قيم الوطن والمواطنة. نعم. فتعامل حتى مع اليهود الذين سكنوا في المدينة، وهذه الوثيقة موجودة ولا زالت نصوصها مكتوبة، وتطرقت لها في حلقة سابقة عندما تكلمت عن الوطن والمواطنة. فلاحظ كيف عزز الإسلام من التلاحم في المجتمع وأزال الفروقات الموجودة. لم يتناول الإنسان من جانبه، من أصله وفصله وقومه ومعتقد خلنا نقول الاختلافات الكثيرة الموجودة، بل بالعكس أتى الإسلام ليعزز العلاقة مع البشر ككل. حتى من اختلفنا معهم في العقيدة تعامل معهم كما في وثيقة المدينة التي تطرقت اليهود وذكر أنهم أمة من الناس، وكما في العهد العمرية كذلك التي يعني أعطاها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأهل القدس. نعم. من المسيحيين. نعم. 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 المسيحيين. فشوف يا أخي كيف عزز الإسلام من قيم المجتمع وأزال جميع مشاهد التمييز والتفرقة بين الناس. ولاحظ كيف تصنع النظم المستبدة الطاغية الفروق حتى وإن كانت فروقا وهمية بين المجتمع الواحد. عندما قامت المجازر في البوسنة والهرسك قام بها ونفذها جيران كانوا صرب البوسنة جيران للمسلمين البوسنويين والهرسك، ولكن هم من
أقامة، أو كانوا هم الأداء التي أبادت المسلمين حتى وصل عدد القتلى إلى أو الشهداء إلى عشرات الآلاف من الناس. نعم، إذن لازلنا معكم مستمعين الكرام نناقش هذا الفيلم الوثائقي 5 خطوات نحو صناعة الطغيان، فسنعود إليكم جدا. أنا إليكم مستمعين الكرام، ولازلنا نناقش معكم في الكتاب فكرة الفيلم الوثائقي 5 خطوات نحو صناعة الطغيان. أهلا بك أستاذ فالح مرة أخرى. ويعني كنت قد شرحت منذ قليل أول خطوة من خطوات صناعة الطغيان، وهي نحن وهم، وبينا كيف أن التمييز يمكن أن يكون هداما للمجتمعات ككل، بين أطراف هذا المجتمع وبين أفراده، حسب تمييز لون البشرة، لون العين، كما فعلت المدرسة في المثال الذي ربما المستمعين الكرام عندما يتابعون هذا الفيلم الوثائقي سوف يشاهدونه يعني بعينهم بعين اليقين. ننتقل إلى الخطوة الثانية من صناعة الطغيان، ويعني طبعا نحن نتعلم الشر لا يعني نكتسبه ولكن نتقيه لا شك. ما هي الخطوة الثانية لصناعة الطغيان؟ نحن نفسر لا نبرر. لا شك نحن الآن نفسر كيف يمكن للنظم المستبدة الطاغية أن تجعل الإنسان أو تحول الإنسان من كونه إنسان إلى أمر آخر مختلف تماما، ونتكلم في الخطوات. أول خطوة هي نحن وهم. إذن علينا أن ننتبه عندما نفرق بيننا وبين الشخص الآخر، ما هو معيار التفرقة؟ هل هو معيار أننا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أننا أفضل فائدة في المجتمع؟ حتى هذا النوع من التفرقة غير مطلوب، لذلك حرم الإسلام الرياء، أن تقوم بالفعل الخير من أجل رؤية الناس لك، هذا شيء محرم حتى في الشريعة الإسلامية. صحيح. نريد أن يكون التمايز بيننا تمايز على فعل الخير والتسابق إلى الخير، ولا يكون أي تمييز بين طرف وآخر. الخطوة الثانية، إذا كانت الخطوة الأولى نحن وهم، إيجاد التفرقة والتمييز بين أكثر من فريق في المجتمع، فالخطوة الثانية هي إطاعة الأوامر. شوف أستاذ حسن، احنا منذ نعمة أظفارنا نتعلم إطاعة الأوامر من أجل حياة أفضل. صحيح. إطاعة الأوامر جزء من منظومة حياتنا اليومية، فالأم تعلم أبنائها على الطاعة، وهذه الطاعة مطلوبة ومرجوة، وهي جزء أساسي من تكوين الإنسان. طيب نتقيد بإشارات المرور، نتقيد بإجراءات السلامة، نتقيد بمواعيد معينة للنوم واليقظة في العمل، هناك الكثير من القواعد والقوانين الموجودة التي تحيط بنا، وهي عامل المساعد لنا كي نعيش، أن نطيع الأوامر وأن نمتثلها. إطاعة الأوامر أتكلم عنها الآن كجزء من تكويننا النفسي، من تكوين الإنساني. تمام، هذه النقطة الأولى أريد أن أشير لها. لكن الإطاعة، أين مشكلة الإطاعة؟ ما المشكلة فيما ذكرت سابقا؟ مشكلتنا نحن أننا نظن أننا لا يمكن أن نطيع كل الأوامر. أجريت مجموعة من التجارب ستجدونها في الفيلم الوثائقي، وبينت هذه التجارب أن الإنسان أحيانا كثيرة، بل خلنا نقول في الكثير من أوقاته، يطيع بدون تفكير، حتى عندما يتعامل مع أشخاص لا يعرفهم. التجربة الموجودة تجربة بسيطة جدا، شخص يدخل إلى حافلة تنقل الركاب، حافلة فاضية فيها بعض الكراسي اللي فيها ناس قاعدين، فذهب اللي يجري الاختبار إلى أحد الجالسين فقال له ممكن أخذ الكرسي؟ الكراسي فاضية. إيش معنى الكرسي؟ طيب ما في بعضهم ما جادل ولا ناقش، تكلم شوي ثم قام على طول مباشرة غير المكان. فوجدت هذه التجربة أن هناك 50% من خضعوا لهذه التجربة أطاعوا بنقاش ممكن بسيط أو أحيانا بدون نقاش، لكن هذا طلب غير منطقي، في الكراسي فاضية موجودة ليش أنا أقوم؟ ومع ذلك في 50% قاموا. ثم أجروا التجربة بشكل آخر، خلوا هذا الشخص اللي يطلب من الناس يقومون كان شرطي، كان واقف معاه شرطي، الشرطي لم يتكلم مطلقا ولم يهمس ببنت شفة، مجرد حضور بس واقف مع الشخص اللي يطلب من الناس أن يقوموا من مكانهم، لم يجادل أحد، 100% كانت نسبة الطاعة. فوصلت التجربة أننا
لدينا قابلية عالية لإطاعة الأوامر أحيانا حتى لو لم تكن منطقية بالنسبة لنا، وهذه القابلية تزداد إلى نسب عالية جدا عندما نحس أن هناك سلطة معينة تطلب منا تنفيذ هذه الأوامر. جميل. شفت الخطورة وين؟ إذن العديد من التجارب أثبتت أن الإنسان الطبيعي في العديد من الحالات ينفذ ما يطلب منه دون تفكير، دون ضغط، بل تحت ظروف عادية، خصوصا عندما يظن أن ثمة سلطة ما خلف هذه الأوامر، حيث تكون الاستجابة فورية دون أدنى تحفظ أو تفكير. وهذا يقود للقول بأن عدد الجرائم التي ارتكبت في التاريخ البشري باسم إطاعة الأوامر أكثر بكثير من الجرائم التي تمت باسم رفض الأوامر. وبهذا يتحول الإنسان إلى عبد ذليل للإله الذي يأمر. ألم تسمع أحيانا كنا نشوف في المسلسلات المصرية القديمة في بعض يقول لك أنا عبد المأمور، مو عبد الله سبحانه وتعالى، حتى يؤذي الناس، ممكن أن يؤذي الناس، نعم، فيقول لك لا أنا بس أنا يعني عبد المأمور، ما بيدي شيء، لا أستطيع أن أخالف أوامر السلطة، لا أستطيع أن أخالف أوامر الشخص الفلاني، حتى عندما يكون هناك أذية في المجتمع، نعم لا أستطيع مخالفة. قد يكون هذا القيد ليس قيد مباشر واضح، أحيانا قد تكون القيود مختلفة. في حركة إرهابية في اليابان كان اسمها أظن أوم، وهذه الحركة في التسعينيات، وقامت بمجموعة من العمليات الإرهابية في المترو أنفاق، وقتل فيها مجموعة من الناس الأبرياء المدنيين. وجدوا يا أخي فيها شيء غريب جدا، أن العدد كبير من المنضمين لهذه المنظمة كانوا متخصصين بدراسات عليا، في أطباء، في مهندسين، في دكاترة جامعات، ونفذوا، نعم ونفذوا مجموعة من الجرائم بإحدى الغازات السامة، وتسببوا في مقتل عدد من الناس. كانوا يطيعون الأوامر، كانوا يطيعون سلطة الرجل قائد الحركة الياباني، ما كان يفرض عليهم بالقوة في بداية. كانت اعتناقهم لهذه الأفكار والمعتقدات كان أمر اختياري وليس إجباري، لم يجبرهم أحد على تبني هذه الأفكار، لكن شوف وين أدى بهم إطاعة الأوامر، أدى بهم إلى الوقوع في جرائم، وجرائم بشعة جدا. يعني هذا يرتبط بموضوع تكلمنا عنه سابقا، هو قوة العاطفة أو شيء من هذا القبيل، لا أذكر بالتحديد، لكن فعلا هذا خلينا نقول موضوع مختلف، لكن يصب في نفس موضوعنا، أن الإنسان أحيانا عندما يمكن القوة الناعمة، تقصد القوة الناعمة بالضبط، نعم القوة الناعمة، فعلا ينفذ الإنسان أحيانا الأمور التي لا تطلب منه حتى، لكن وفق منظومة معينة في موضوع القوة الناعمة التي تطرقنا له في حلقة سابقة. نعم. شوف إذن بهذا يكون مبرر إطاعة الأوامر بشكل أعمى ودون وعي ودون تحكيم للضمير خطر يهدد كيان المجتمعات الإنسانية وينبئ بكوارث لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. كيف استطاع ستالين أن يقتل كل هذا العدد من الناس؟ كيف استطاع؟ هل هو قتلهم بنفسه؟ مطلقا. اللجنة التي قامت على إحصاء عدد القتلى، تعرف كم كان عددها؟ كان عددها 1,000,000 إنسان. تخيل لجنة لإحصاء القتلى كان عددها 1,000,000. طيب أقول لك شيء ثاني، لينين قبل ستالين، الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي، لينين خلال 2-3 سنوات بأمر متعمد أوجد مجاعة ذهب ضحيتها تقريبا 5,000,000 إنسان، مزارع وإنسان فقير، كان يأخذ حبوب المزارعين ويأخذ حتى منتجاتهم، وبذلك ماتوا، كان يمنعهم من الزراعة، وأيضا أخذ البذور التي يأكلون منها، فتسبب بموت 5,000,000 إنسان. هل هو نفذ هذا الشيء بيده؟ مطلقا نفذه عبيده من أسفل منه، الذين كانوا، نعم الذي كان يقولون إحنا عبد المأمور. هذا مختصر شديد. جميع النظم الاستبدادية تقوم أحيانا ليس فقط على، كما ذكرت، ليس فقط على مستوى المنظمات، بل حتى على مستوى الحركات الجماهيرية. وسنأخذ إن شاء الله كتاب مهم، دائما أريد أن حاب أسوي دعاية الكتاب المؤمن الصادق، وهو قراءة في الحركات الجماهيرية لإيركوفر، سنتكلم به إن شاء الله، وهو ترجمة الدكتور غازي القصيبي، يتكلم عن عقلية الإرهاب وعقلية التطرف، عفوا عقلية التطرف، والله كلام مذهل. تستطيع أن تفهم عقليات التطرف في مختلف الأديان، في مختلف المعتقدات، في مختلف القوميات، في هناك في قوالب مشتركة معينة، حتى لو كان ديانته مهما كانت الديانة، أينما كان يسكن هناك
بنود وأمور متشابهة سنأخذها إن شاء الله في حلقة مستقلة. إذن الخطوة الأولى هي نحن وهم، الخطوة الثانية هي إطاعة الأوامر وركن الضمير على جنب، حط ضميرك على جنب ونفذ الأوامر المطلوبة منك. لذلك عندما يهمل الإنسان الضمير ويبتعد عنه ويضعه في الثلاجة، أو أحيانا يرمي الضمير لأنه لن يستخدمه مرة أخرى، يمكن أن يقوم بجرائم بشعة جدا في حق الإنسان، بل في حق أقرب الناس له، كما سمعنا في بعض الدول الشيوعية أو حتى بعض الدول العربية، كان المخبر يستطيع ممكن أن يتكلم ويخبر حتى عن أهله وعائلته وأسرته. لا ضمير، لا يوجد شيء يحكم الضمير ويمنع الإنسان من الوقوع في الجرائم. مرة ثانية، نحن وهم، ثم إطاعة الأوامر. طيب، ألا يعد مبدأ إطاعة الأوامر يعني مبدأ أصيلا في الشرائع السماوية؟ يعني كالإسلام، الإسلام أمرنا يعني وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني وأمرنا بإطاعة الوالدين، فالجنة يعني فلزم رجلي قدميها فإنها الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يمكن المزاوجة بين كونه شريعة سماوية أو دينية تدعو إلى السماحة مثلا، تدعو إلى مجتمع فاضل، وبين أن تكون مبدأ لصناعة الطغيان كما قلت أستاذ صالح، وكما يقول الفيلم الوثائقي، يعني ومبدأ أساسيا في الحياة اليومية التي نعيشها؟ هذا الكلام فيه حديث مطول، لكن دعني أشير إلى إشارات معينة، قبسات معينة في هذا الحديث. طيب، نفس النصوص الشرعية عندما تكلمت عن الطاعة أيضا وضعت محددات معينة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. جميل. عندما يأمرك إنسان بمعصية بخطأ لا يمكن أن تطيعه بحجة الإطاعة والطاعة مطلقا. جميل. لأن هناك نصوص تبين خطأ وفدحة هذا، حتى على مستوى الأب والأم. ألا يقول الله سبحانه وتعالى وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. حتى على مستوى الأب والأم اللي إحنا مفروض علينا طاعتهم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، حتى ما حط ثم، حط واو العطف مباشرة، أهمية لقيمة طاعة الوالدين. ولكن في حالات معينة نستثني هذه الطاعة. الطاعة ليست مبرر ارتكاب الخطأ، ليست مبرر مطلقا. حتى أن هناك مبدأ الإنسان إذا وصل إلى مرحلة وكان مضطر في هذه الحالة، ممكن حتى أن لا يطيع الله سبحانه وتعالى. يعني في تحريم الخمر وتحريم لحم الخنزير، إذا وصل الإنسان إلى مرحلة اضطرار فالله سبحانه وتعالى يبيح له أن يأكل الخنزير أو يأكل الخمر إذا كانت فيها تهديد لحياته. وعلى فكرة حسب ما قرأت، ويمكن أن يصح لنا سادتنا علماء الشريعة والمختصين في هذا المجال، حتى الإنسان لا يجوز له لو كان مأمورا أن يوقع الأذى في الآخرين، حتى وإن كان مأمور أمر وكان الأمر يقول إما أن تؤذي وتقتل أو نقتلك أنت، لا يحق ولا يجوز له أن يقتل الآخر لهذا المستوى. نعم، إذا الطاعة لها حدود معينة، لا يمكن أن يأتي يحتج علينا إنسان بأن هناك نصوص. سنقول لها حبيبي كمل الصورة، اقرأ كل النصوص. أي أذية الإنسان غير مقبولة مطلقا بأي حال من الأحوال. أذية الإنسان لها أحكام ولها قواعد، حتى على مستوى عندما يخالف الإنسان أوامر الله سبحانه وتعالى فيقع في القتل. الإنسان من يقتل، من يقيم عليه حد القتل؟ السلطان. السلطة، نعم، ولي الأمر. حددت بولي الأمر، لكن هل نحن مسموح لنا في الشارع نمشي إذا شفنا واحد خالف أن نقيم عليه الحدود مثلا؟ لا سمح الله. فوضى مطلقا، فوضى في المجتمع. حددت حتى نظام العقوبات، حددت السلطات المختصة به. لا يحق لأي إنسان أن يؤذي الآخرين، لأن قطع اليد أو كذا فيها أذية، فيها نوع من العقاب للإنسان، وليس الدين بأن يتشفى بالناس. أيوة. يعني ففي سلطة محددة لإقامة الحدود وإقامة الضوابط والعقوبات في المجتمع. نعم. ليس عذر مطلقا لأي إنسان أن يوقع الأذى بالآخرين بحجة إطاعة الأوامر. هذا مردود عليه تماما. وأصلا هذه هي الخطوة الثانية من خطوات صناعة الطغيان، إطاعة الأوامر بدون تحكيم للضمير. نعم، هذا ما يفسر يعني وجود منظمات إرهابية تقوم الآن بأعمال باسم الإسلام، يعني وأن طبعاً الإسلام يعني هو دين يأمر بكذا وكذا وكذا، بينما هو صورة ناصعة. أنا عجبني تعريف مرة للإرهاب، يقول أو التطرف عفوا، كان تطرف ديني،
يقول هو استخدام نصوص شرعية صحيحة بفهم خاطئ. ممكن أن يأتي لك بمجموعة من النصوص الشرعية، آيات قرآنية كريمة، حديث نبوية شريفة صحيحة 100%، لا ما فيها كلام، لكن عاد يأتيها بفهم السقيم، بفهمه الخاطئ، فيقيم ويقتل ويؤذي الناس بحجة أنه يقوم بالدين أو ينفذ النصوص الشرعية. هذا خطأ تماما وأمر غير مقبول. وهناك الآن مجموعة من سادتنا العلماء الذين تكلموا وأسسوا لهذه المبادئ وهذه الفلسفات الخاصة بكيفية التعامل حتى على مستوى إنكار المنكر. نعم. في ضوابط معينة وحدود معينة، لا يجوز أن تقيم المنكر بمنكر أكبر منه مثلا يعني. نعم. إذن وقد انتهينا الآن من هذه الخطوة على ما أظن، الخطوة الثانية خطوة إطاعة الأوامر. ننتقل إلى الخطوة الثالثة أستاذ فالح من خطوات صناعة الطغيان. الخطوة الثالثة، شوف هي رديف للخطوة الأولى ولعلي تكلمت بها الآن، هي ألحق الضرر بهم. ألحق الضرر بهم، هكذا بهذه الجملة. نعم، هي الخطوة بهذا الشكل، وكأنها أمر أيضا إطاعة الأوامر. طبعا، رقم واحد نحن وهم، رقم اثنين إطاعة الأوامر، رقم ثلاثة ألحق الأذى بهم. طيب، الحاق الأذى بالطرف الآخر. شوف احنا لما احنا أوجدنا نوع من التمايز ونوع من التباين، نوع من الاختلاف، صحيح، نوع من التقسيم، نحن وهم، إذن هم أدنى مرتبة، هم شيء آخر، احنا بشر، هم شيء آخر مختلف تماما، يحق لنا أن نفعل بهم. وأيضا لا، وبعدين إطاعة الأوامر وفرت لك منظومة حلوة أنك تطيع الأمر وأنت مرتاح الضمير، أن تقيم الأذى وتوقع الأذى بالآخر وأنت مرتاح الضمير، لأنك أنت تطيع الأوامر عبد المأمور، أنت مضطر، ما عندك أي إمكانية أنك تغير. فيصير الضمير محطوط على جنب شوي وتبدأ تطيع الأوامر فتلحق. نعم، هناك إمكانية كبيرة لإلحاق الضرر بالآخرين. الفيديو فيه فكرة جميلة، سأل مجموعة من الأشخاص، الناس الموجودين، هل ممكن أن تؤذي الآخرين؟ أنت الآن أستاذ حسن، هل ممكن أن تؤذي أحد؟ يعني لا أظن ذلك. لا أظن، يعني ممكن ها؟ لا أعتقد. أيوة، لا تعتقد جازما. لو سألت أي إنسان هل ممكن أن تؤذي أحد بيقول لك لا، لكن التجارب النفسية الموجودة والله صاعقة ومرعبة حقيقة. وأتمنى رؤية الفيلم حتى تروا التجربة، كيف أن إنسان عادي، تجربة، قالوا له تجربة علمية، تجربة علمية لتقوية الذاكرة، نحط إنسان ونضع فيه أسلاك كهربائية وبقوة فولتية بسيطة، يعني فولتات بسيطة، يعني دوب مثل وخز الدبوس البسيط اللي ما تؤذي كثيرا، فكل ما أجبت إجابة خاطئة بس تضرب هذه عشان تنمي الذاكرة فيشعر بالألم. طيب، ثم الخطوة الثانية أو شيء 5 فولت، بعدين 10 فولت، 15 فولت، وانت طالع حتى تصل إلى 450 فولت. 450 فولت يعني أقوى من الكهرباء الموجودة في البيت تقريبا مرتين. صحيح. نعم. فأتوا بإنسان عادي جدا، إعلان يعني موجود، فأتى متطوعين، واحد، ناس عاديين جدا، معظم أو بالعكس عفوا جميع من شاركوا قاموا بأذية الشخص الآخر، مع أنه كان يصرخ الطرف الآخر الموجود اللي تقام عليه تجربة. كان الشخص اللي ماسك عنده أزرار الكهرباء يتكلم، يعطي 5 كلمات وراء بعض ويطلب من الثاني يرددها بنفس الترتيب. طبعا هو ما يشوفه، هو يسمع صوته بس. نعم. المطلوب من الطرف الآخر، وكان ممثل معهم في التجربة، ممثل لم يكن حقيقي، مطلوب منه أنه يكرر الكلمات، وإذا ما كررها يضرب هذاك على الفولت، ويمشي من 5 إلى حتى يصل إلى 450 فولت. المقصود هو رد فعل المتطوع نفسه. أي رد فعل المتطوع، هل ممكن أن يؤذي الشخص الآخر؟ ففي مجموعة كبيرة من اللي أجروا التجربة وصلوا إلى 450 فولت، يعني قتلوا الشخص في الطرف الآخر، وكان يعني يناقش بس، يعني أنا أسمع، يقول هذا اللي قاعد يسوي الكهرباء، قاعد يسوي تجربة، يقول بس أنا أسمع المتطوع للجهة الثانية قاعد يصرخ، صوته انتهى، ممكن يا دكتور تروح تتأكد هو حي ولا ميت؟ يقول للدكتور، يقول له طيب يا دكتور هل ممكن أن تتحمل مسؤولية الأذى اللي قاعد أوقعه في الطرف الآخر؟ فالدكتور يقول له نعم أنا أتحمل المسؤولية. أيوة، الإنسان لما يشعر أن هناك من يتحمل المسؤولية عنه ممكن أن يفعل فظائع كبيرة جدا. نعم. شوف، خلنا نفصل شوي بهذا البند. حينما يكون لدى النظام المستبد، أول شيء أفراد لديهم القابلية لإطاعة الأوامر. عاد ليش كيف إطاعة الأوامر؟
أنت بتقنع بأيديولوجيا معينة، بمجموعة من الأفكار المعينة، بتقول له فكرية، بتحط له أي، بتحط له مسائل، خلنا نقول مجموعة من الأمور اللي تخلي ما يفعله منطقيا. أنت عليك بس تحط له مجموعة من المبادئ البسيطة اللي تخلي الأمور اللي يفعلها منطقية. مثل هذه التجربة العلمية على الكهرباء، كان الأمر منطقي، تجربة علمية، وأنت بس فولتات بسيطة يعني ما تأثر عليه، بس هو بدأ بخمسة انتهى بأربعمائة وخمسين. يعني وصل إلى مرحلة أنه قتله من زمان، يعني مات من زمان هذا اللي صار على التجربة. فعندما يكون لديك لدى النظام المستبد أفراد لديهم القابلية لطاعة الأوامر، فإن إضرار الطرف الآخر سيحدث فعليا، حتى لو تعارض الإضرار مع مبادئ هؤلاء الأفراد وقيمهم، حتى لو كان عنده قيم أنه لا يمكن أن نؤذي إنسان، لكن في المنظومة هذه ممكن أن يؤذي. هناك استثناءات. أي، وجد علماء النفس في تجارب مثيرة للاهتمام كانت نتائجها صادمة، كما أشرت قبل قليل، أن الإنسان العادي بوجود، لاحظ معي الحين، بوجود سلطة عليا، يمكنه أن يوقع الأذى بالطرف الآخر حتى لو لم يكن يعرفه. مو شرط يكون حتى يعرفه، يعني أول مرة يمر عليه، ما في بينه وبين أي علاقة مطلقا. وذلك عندما تتوفر سلطة إصدار الأوامر ويوجد من يتحمل المسؤولية. شفت الكلام؟ أوامر وفي هناك من يتحمل المسؤولية. فهذا الدكتور في التجربة كان يقول أنا أتحمل المسؤولية، كمل، عذب، فلن يلقى اللوم، أوقع الأذى، أنا أتحمل المسؤولية، أطع الأوامر، أنا أتحمل المسؤولية، أنت اللي قاعد تؤدي التجربة، وهناك وهو الطرف الآخر. شوف الترتيب شلون، نحن وهم، أطع الأوامر، بعدين ألحق الأذى، أنا أتحمل المسؤولية، بهذا الشكل البسيط. وعلى فكرة هناك نوع من الصعوبة أحيانا في تحدي السلطة، فإنه لما يكون عندك صعوبة مثل هذا، يقول لك أنا عبد المأمور، لما يكون هناك صعوبة كبيرة في تحدي السلطة، فإنه من السهل إهمال صوت الضمير وغض الطرف عن معاناة الطرف الآخر الضحية، وعدم الاكتراث لمعاناته والآلام التي يشعر بها. هذا ما يفسر المجازر التي يعني جرت منذ بدء التاريخ وحتى يومنا هذا. نعم، تصور أنت مجازر، يعني في رواندا أجروا مقابلات مع عدد من اللي نفذوا هذه المجازر، ناس عاديين، كانوا عاديين تماما، لم يكونوا مجرمين مطلقا، ما دخلوا السجن مطلقا، لهم بيوت وجيران، عادي بالعكس، قد يكونون جيرانهم، قد يكون قتل جارة وقتل ناس ما يعرفهم وماشي في الطريق بس لأنه هو من قبيلة التوتسي اقتل. لهذا وصلت المرحلة إلى هذا المستوى من الانحطاط الإنساني والقيمي. نعم، طيب ننتقل بذلك من الخطوة الثالثة، وهي الخطوة الثالثة التي كانت ألحق بهم الضرر. نعم. تكلمنا عن نحن وهم، وتكلمنا عن إطاعة الأوامر، وتكلمنا عن الخطوة الثالثة وهي ألحق الضرر، وسنتكلم عن الخطوة الرابعة لكن بعد هذا الفاصل القصير. عدنا معكم مستمعين الكرام، وبرنامج الكتاب فكرة يناقش في حلقة هذا اليوم خمس خطوات لصناعة الطغيان، وهو فيلم وثائقي أنتجته البي بي سي عام 2001، وتكلمنا عن ثلاث خطوات لصناعة شخص طاغية من شخص طيب حنون قد يكون، أو شخص بريء فلنقل. طيب، بعد أن تكلمنا عن الخطوة الثالثة وهي ألحق الأذى بهم أو ألحق الضرر بهم، ما هي الخطوة القادمة حتى نسير في هذا الطريق ونعرف كيف يصنع الشخص بطغيان؟ نعم، بدأنا بنحن وهم، إطاعة الأوامر، ألحق الضرر بهم، اتخذ موقفا أو تنحى جانبا، اتخذ موقفا أو تنحى جانبا. دعني أفصل قليلا في هذه المسألة. نعم، حينما يكون هناك رأي آخر في أي منظومة أو نظام، وحرية للتعبير عن الذات، فإن هذا يعني أن النظم المستبدة في مأزق حقيقي. كيف؟ عندما يكون هناك من يقول توقفوا، هذا خطأ، هذا مشكلة، نحن نوقع الأذى بالناس، نحن نمزق المجتمع، نحن نقوم على مبدأ الفرقة بين الآخر، بين الأخ وأخيه، بين الإنسان والإنسان الآخر، هذا يوقع النظام في مأزق حقيقي. فأي معارضة تعيق النظام عن تنفيذ الأجندة الخاصة به وتمرير مخططاته، ويعتبر انشقاقا عن الاستبداد، ويعد هذا من أهم الأسباب التي تدفع الأنظمة المستبدة
أو الجماعات المستبدة هذا من أهم الأسباب اللي تدعوها لوأد أي رأي آخر واتهام الرأي الآخر بالرجعية، بالخروج على المجتمع، بالخروج عن الدين أحيانا، وصم الآخر بجميع الأوصاف السيئة. شوف ليش؟ بس لأنه يمثل خطر على التيار، على المخططات التي يسعون لتحقيقها. كما قال فرعون لموسى عليه السلام إن يعني إن هما إلا ساحران. نعم. يريدان أن يخرجاكما. يخرجاكم من أرضكم. نعم. فرعون كان خايف على 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 المصريين من سيدنا موسى وهارون عليهم السلام. نعم. نعم بنفس الخطاب، والله خطاب جميل فعلًا. الفكرة كانت اللي ذكرتها أستاذ حسن فكرة فعلًا جميلة وتصب في الموضوع. نعم. بارك. على طول سيدنا موسى وهارون يمكن ما كانوا يتوقعون أن هذا الرجل فرعون سيصفهم بأنهم المفسدين في الأرض. موسى وهارون عليهم مفسدين في الأرض، وأنت يا فرعون من تقول ما علمت لكم من إله غيري، وفي آية أخرى ما أريكم، لا يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون يهدي الناس إلى سبيل الرشاد. وعلى فكرة هذا يعني شوف احنا صورة فرعون الآن واضحة، لا يمكن أن يناقشني فيها أحد أو يدخل معي في جدال أنه كان مفسد في الأرض وأنه كان طاغية. نعم. وأنه من أكبر المتجبرين ما يناقشني. صحيح. لكن إسقاط هذه الفكرة يمكن أن نسقطها وأن نسقطها اليوم على الكثير من التجارب حتى الموجودة اليوم في وقتنا الحاضر. صحيح. نعم. وحطها على أي نظام تريد، نظام استبدادي، ستجد الفكرة واضحة وجلية. لهذا خلنا نرجع الموضوع. لهذا من الطبيعي أن نرى أن أي نظام مستبد أو جماعة مستبدة تسعى إلى وأد الرأي الآخر وإلى القضاء عليه مباشرة، أو تقول له يا أما تسكت أو تركن على جنب، لا تدخل في المشكلة الموجودة أمامك. أثبتت هذه معلومة موجودة في الفيلم أعجبتني، أثبتت مجموعة من الدراسات النفسية الاجتماعية أن البشر يميلون بطبيعتهم في الغالب إلى عدم مساعدة الآخرين، ويبحثون عن أي مسوغ لغض الطرف عن الآخر حينما يحتاج إليهم. وعندما نستطيع أن نفصل وأن نميز بين شرائح المجتمع المختلفة فإن العذر أصبح موجود. فعندما يكون هناك تمييز بين نحن وهم وترى الطرف الآخر في مأزق فإن هذا مدعاه لأن تتركه في مأزقه، في معاناته، في عذابه، فيما يتعرض له من آلام، وقد يكون صراخ شديد. المبرر أصبح موجود، خصوصا لما يكون نحن وهم. الإنسان عنده قابلية أكثر لمساعدة من يظن أنه قريب منه، أو أنه في نفس جهته، أو في نفس حزبه، أو في نفس منظمته، أو يتبنى نفسه أو فريقه، أو في نفس أفكاره. في الفيلم نعم كان نتكلم عن مثال عن أفريقة كرة القدم. شوف على مستوى كرة القدم رياضة، وإحنا أحيانا لما نتكلم نقول روح رياضية، روح رياضية الجميلة الراقية. حتى في كرة القدم نجد أحيانا نسمع في أوروبا وحتى في بعض الدول العربية تقوم مجازر مذابح كاملة بعد مباراة لكرة القدم. صحيح. شوف مبدأ إيش، هم ونحن، وتلاقي القائد المجموعة في الفريق كرة، والله مثال حلو يا أستاذ حسن صراحة، وتلاقي القائد المجموعة اللي ماشيين خلنا هجوم عليهم على طول مباشرة، فيهجم ويضرب وكذا، ورايح مع العقل الجمعي يتحرك بشكل مدمر. صحيح. بناخذ كتاب كأنه مسير غوستاف لوبون إن شاء الله يتكلم عن سيكولوجيا الجماهير. نعم. تدخلنا في أكثر من موضوع أستاذ حسن. يعني كلامك شيق يعني أستاذ فالح، يعني يأخذنا مدارك يعني أخرى. طيب يعني خلني أشوف يعني النقطة اللي حاب أوصلها من المبدأ الرابع والأخير. في هذه المرحلة يمكن أن نخلي النظام المستبد أو الجماعة المستبدة تضرب بريك عندما تجد من يقف ويبدي رأيه ويبين الخطأ والخلل الكبير والجسيم في هذه التحركات التي تحدث في التمييز بيننا وبين الآخر، في إضرار الآخر، في إيجاد نوع من الأيديولوجيا والنظم اللي تعيننا على 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 اضطهاد الشخص الآخر. كما قلنا فوارق وهمية في البداية، هي فوارق وهمية في النهاية. فريق كرة قدم، إيش الفارق بين أنت تشجع مثلا رفاع أنا أشجع محرق؟ يعني إيش الفرق بينه وبينك؟ فرق يعني يمكن في الزي مثلا، في الزي في اللون. إيش هو الفرق؟ لا يوجد فرق. حتى الفرق الرياضية حين تغير الألوان الملابس اللي تلبسها. نعم. وين الفرق بين لاعب ولاعب آخر؟ عندما نسمع عن مصادمات أحدثت مجموعة من القتلى، كيف إنسان يموت في سبيل
مشاهدته لمباراة كرة قدم والله مشكلة وطامة. صحيح. عرفت وين المشكلة؟ فروق وهمية. نعم هي فروق وهمية، وكما ذكرت لك علينا أن تكون مقياس تفاضلنا مع الآخرين هي ما نقدمه للمجتمع، هو ما نقدمه لأنفسنا ولديننا ولأسرتنا ولمجتمعنا، وليس أي أمر آخر. لوني وجنسي حتى الجنس، على مستوى الجنس الذكر والأنثى، نحن أفضل وهم أقل وكذا، هذه التفاصيل تحدث أحيانا في بعض المجتمعات ولها صدى نسمعه من حين لآخر. يعني في عندنا في منطقة الخليج كان فترة إلى فترة قريبة كان رجل، بعض الرجال إذا تكلم عن زوجته يقول الله يكرمكم زوجتي، عزكم الله زوجتي، أو هذه المرأة الله يكرمكم عزك، كيف الله يكرمكم عزكم الله؟ يعني طبعا احنا في هي كلمه جميله طبعا عزكم الله واجلكم الله، لكن نحن نعم نحن عندما نقول هذه الكلمه ننزه السامع عن ما نتكلم عنه. فعندما نتكلم عن حيوانات نقول اجلكم الله، نريد ان ننزه السامع عن حديثنا عن مجال الدواب. فكيف نشير الى انسان؟ طيب اذا في القران الكريم يا اخي سوره مريم، نعم، وذكرت آسيا امراه فرعون، ذكرت يا اخي اوائل السور النساء هو نعم في سوره الرجال لا يوجد مطلقا. شوف كيف احنا النسوان بيستانسون اكيد. طيب يعني سفالح يعني نبقى في هذه النقطه قليلا، نعم، يعني قبل ان ننتقل الى السؤال الذي يليه. يعني قد يقول البعض يعني انها خطوه دفاعيه استباقيه، يعني عند انك لا تدري الطرف الاخر ايديولوجياته وافكاره ومعتقداته، لا تدري كيف يفكر، كيف انه يود ان يدمرنا ان يهمشنا الى اخره، فهو يتخذ خطوة استباقية حتى ذلك الطرف لا يفكر مثلا في أن يعتدي عليها وأن يقوم بأي إجراء آخر قد يكون يعني يأتيه بالويلات. فيعني أين هذا الطرف، أين المتحدث أو صاحب الحجة هذه من ما نقول نحن في صناعة الطغيان؟ عندما نتحدث اليوم عن صناعة الطغيان نريد أن نبين نريد أن نبين الخطوات التي يصل فيها الإنسان إلى مرحلة الطغيان. وعندما نلمح أن هناك أن الطرف الآخر أو شخص معين أو جهة معينة أو نظام معين، هذا النظام أو الجهة تسعى إلى فعلا الاضطهاد، إحنا علينا الدفاع عن النفس أمر مشروع لأي إنسان، ولكن دعونا قبل أن نصل إلى مرحلة المواجهة ومرحلة القتال أن نزيل هذه الحواجز الوهمية التي هي صنيعة أوهام وعقول ظلامية مستبدة. عندما نوجد فروق بيننا وبين الآخر وننظر إلى الآخر بنوع من الاستعلاء ونتعامل معه على أنه ليس إنسان، هذه مشكلة وهذه طامة، وهذه ونهاية الطغيان دائما كما حصل مع فرعون. لا يشترط أن يكون هناك رسول ومعجزة حتى يصل إلى نهاية وعاقبة سيئة وخيمة، لأن في التاريخ أكبر عبرة، كم من متغطرس متجبر متكبر وصل إلى نهاية حتفه بشكل بشع. هتلر كما نعرف مات بطريقة بشعة، انتحر وقتل معشوقته أو أجبرها على أن تقتل. موسوليني ضرب بالأحذية وجر جرا، لدينا مثال في القذافي كيف تعامل مع شعبه وكيف وصل به الحال، قريب جدا. نعم هناك الكثير من الأمثلة، لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، نريد أن يوجد العقلاء. لذلك شوف يا أخي، نجد إن في عندنا في أدبياتنا الإسلامية في الأحاديث والآيات الشرعية هناك الكثير من الإشارات لأهمية دفع المنكر، التعامل مع المنكر، الدين النصيحة. والله حديث جميل يقول سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. الله. النصيحة يا أخي هي رسالة الأنبياء والرسل. لذلك عندما أخذت الرجفة قوم سيدنا صالح عليه السلام قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. دين الأنبياء هي النصيحة وهي الموعظة الحسنة والتعامل مع الآخر، التعامل الطيب المحترم. ذكرنا سابقا وتكلمنا بنوع من التفصيل أن التطرف، أن التنازع مع الآخر يولد التطرف. إذا كنا نتحدث عن فرعون، فإن فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، وهذه الأنهار تجري من وهذه الأنهار تجري من تحتي، والذي نعم والذي قتل بني إسرائيل واستحيا نساءهم، قتل أطفالهم واستحيا نساءهم، عندما أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى وهارون أن يتحدثا وأن يخاطباه
قال لهم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. الله، بعد هذه شفت بعد كل هذه الجرائم، بعد كل هذه الجرائم الكبيرة والبشعة، لكن الأمر أتى بالخطاب اللين، بالخطاب الحسن. لا نريد أن نخاطب أي إنسان موجود، حتى عندما أكون في أسرة واحدة ونجد أن هناك نوع من التفكك، نوع من الاختلاف الموجود، علينا أن نفتح خطوط الحوار والحديث والكلام بكل صراحة. إذن يمكننا أن نقول أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعبير عن الرأي مصدر مصادر حماية المجتمع من الانحراف نحو الاستبداد. لا شك، نعم، هو مبدأ أصلا لحماية المجتمع. لذلك في النقطة الرابعة قلنا في صناعة الطغيان اتخذ موقفا أو تنحى جانبا. إذا الطغيان بالنسبة له مشكلة ومصيبة كبيرة جدا، أن يجد من يقول له توقف، كف عن طغيانك، كف عن خطأك، كف عن دخولك في هذه المتاهات. شفت كيف؟ فيمكن، نعم، يمكن اعتبار أن الأمر معروف والنهي عن المنكر مبدأ لإيقاف الطغيان عند حده في المجتمع، في الحركات، في الحركات الجماهيرية المختلفة، حتى في على مستوى الأنظمة، بل على مستوى الأنظمة أعظم الجهاد ليس الموت في ساحة الوغى وفي تناثر الأشلاء وتطاير الأعناق، لم يكن هذا أعظم الجهاد أبدا، بل كان أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. نعم. شوف كيف الأمر معروف والنهي عن المنكر له قيمة. النصيحة، وهي جزء أساسي من دين الإسلام، النصيحة، لكن عاد النصيحة بأسلوبها الطيب الهين اللين المحترم الجيد. فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. هذه الطريقة التي نحتاج أن نتعامل فيها مع الآخر. طيب، ننتقل إلى الخطوة الأخيرة الآن من خطوات صناعة الطغيان، والتي تكلم عنها الفيلم الوثائقي، وأظنها ستكون الأسوأ. يعني قلنا نحن وهم، وقلنا إطاعة الأوامر، وقلنا ألحق الأذى بهم، وهي يعني ليست بالهينة، وقلنا أيضا وهي الأخيرة اتخذ موقفا أو تنحى جانبا. طيب، الأخيرة وهي يعني أبدهم أو الإبادة، فنتكلم عن هذه الخطوة الأخيرة. الخطوة الخامسة، لو كنا بدأنا بها وقلنا أن الإنسان ممكن أن يبيد الآخر لقال الكثير من الناس مستحيل، لا يمكن، لكن هي كانت الخطوة الخامسة، هي المرحلة الخامسة من ضمن التدرج نحو الطغيان. نعم. من ضمن التدرج نحو إيذاء الآخر ومسحه وشطبه عن الوجود. فبدأ هذا معقولا الآن؟ الآن أصبح الموضوع معقولا، نعم. الآن نستطيع أن نفسر حجم الجرائم الكبيرة التي حدثت على مستوى البشرية ككل، مستوى الإبادات المختلفة في الحضارات المختلفة، وفي القرن العشرين وهو يعتبر من أسوأ القرون على الحياة الإنسانية البشرية. ترى في الحرب العالمية الثانية قتل أكثر من 70 مليون، لأنه لم يحسب عدد الجنود، قتل أكثر من 70 مليون إنسان قتل خلال 4-5 سنين. أليست هذه جريمة في حق الإنسانية ككل؟ أليست بقعة سوداء في تاريخنا البشري؟ المجازر التي تمت على الهوية، على العرق، على الدين في البوسنة والهرسك وفي رواندا، ما يهمنا إن كانوا مسلمين أو غير مسلمين، في رواندا كان بشر في النهاية، في البشر في النهاية لهم حقوق البشرية الإنسانية. أليست هذه مصيبة؟ أليست بقعة سوداء؟ نعم، ممكن أن يصل الطغيان إذا تدرج في خطواته إلى المرحلة الخامسة، وهي مرحلة الإبادة وإزالة الطرف الآخر اللي هم ونحن. في هذه المرحلة يمكن أن يقوم الإنسان جزء من سايكولوجيا، هذه الحين تدخل من ضمن منظومة القيم والمعتقدات الموجودة لديه، أن الطرف الآخر هو أقل إنسانية منا، نحن نمثل الخير وهو يمثل الشر. محاكم التفتيش التي قامت في الأندلس وقتل فيها في البداية النصارى قبل أن يقتل المسلمون، صحيح، من هم ضد على العقيدة. أي أساسه؟ على أي أساس قامت هذه المجازر البشعة والتقطيع والموت جوعا والحرق والتنكيل بالناس على مسألة اختلاف مع الدين؟ هل يحق للإنسان أن يؤذي الآخر لأنه اختلف معه دينيا؟ مطلقا لا يحق له بأي حال من الأحوال. كيف يصل الإنسان لهذه المرحلة؟ وجد علماء النفس أن الإنسان عندما يبدأ بالتصنيف وتعظيم الذات ووسم الآخر بالدونية، فهذه مرحلة متقدمة في وصوله إلى الطغيان. إذا منح الإنسان القدرة على التحكم بمصير الآخر الذي مع الوقت يتحول من وصفه كإنسان إلى شيء أو دمية. معظم الطغاة أو الجزارين أو القتلة والسفاحين تعاملوا مع الآخر ليس على أنه إنسان، بل تعاملوا معه على أنه شيء يحق لي التصرف به، يحق لي تعذيبه مثلاً. نعم، كحشرة، كدمية، كلعبة، كحيوان موجود أستطيع أن والله حتى الحيوانات لقد أمرنا، بل دخلت امرأة النار في قطة، لا شك، نعم، ودخل رجل الجنة في كلب. هذه تعاملنا،
أكثر من ذلك لقد أمرنا في الإسلام حتى مع الجمادات أن جبل أحد جبل نحبه ويحبنا، جبل أحد من جبال تصور حتى الجماد أمرنا أن ننظر له النظرة الجميلة، النظرة الحانية الرؤوفة. حتى عندما نذبح الحيوانات الذبائح لنأكل، نذبح لنأكل، أمرنا أن نحد سكينا وأن نتعامل وأن لا نري الذبيحة الذبيحة الأخرى وأن لا نحد السكين أمامها. قمة الاحترام، قمة الاحترام حتى مع ما نأكل. فما بالك بالبشر، بالإنسان، بالطرف الآخر الموجود. إذا منح الإنسان القدرة على التحكم بمصير الآخر الذي مع الوقت يتحول من وصفه كإنسان إلى شيء أو دمية يمكن اللعب به أو إيذائه. وهذا يحدث حينما يتم تعليق إنسانية الإنسان وإيقاف تأثير قيمه ومبادئه ومعتقداته. كل هذه الأمور تؤدي بالإنسان إلى الوصول إلى مرحلة من فقد إنسانيته وعمى التعامل مع الطرف الآخر على أنه كما ذكرت آنفا شيء من الأشياء وليس إنسانا. ماذا تقصد بتعليق إنسانية الإنسان؟ معظم البشر لديهم مجموعة من القيم في تعاملهم مع الإنسان الآخر، قيم مكتسبة من المجتمع، لكن الأنظمة المستبدة تقوم شوف توجد المبررات كما ذكرنا آنفا في حلقتنا في الطرح السابق، توجد مجموعة من المبررات، مجموعة من النظم، إذا تدريجي بسيط يصل الإنسان من مراحل بسيطة كما في تجربة الفولتات هذه، يبتدي مع 5 فولت 10 فولت حتى يصل إلى 450 فولت يقتل الإنسان الآخر. المسألة لا تأتي مباشرة بل تحتاج إلى نوع من التدريج. شاهد الفيلم، أتمنى كل من يسمعنا أن يشاهد هذا الفيلم ويتأمل في صورة الناس الذين قتلوا لا لسبب أنهم مجرمون بل لسبب اختلافهم في المعتقد، اختلافهم في العرق، اختلافهم في القومية، اختلافهم في الدين. هذه المصائب السوداء التي جرها علينا التفريق بيننا وبين الإنسان الآخر عندما لم نتعامل مع الإنسان على أنه إنسان بل على أنه شيء آخر وحق لنا أن نتعامل. الآن يعني إذا كنت أريد أن أختم، لعلنا الآن بدأنا بسؤال، هل ممكن أن يوقع الإنسان العادي الشر ويتعامل مع الآخر بنوع من الشر والعدوانية؟ نعم، أثبتت التجارب بما لا يدع مجالا للشك أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى هذه المرحلة. لذلك والله زاد احترامي لقيمنا الإسلامية، للكثير من الأدبيات والآيات والأحاديث الإسلامية التي تعزز من احترام الشخص الآخر، من مكانة الإنسان الآخر كائنا من كان. نتمنى فعلا أن نستزيد من معتقداتنا وديننا وأدبياتنا الإسلامية الرفيعة والذوق الراقي الجميل في تعاملنا مع الطرف الآخر، لأننا بهذا لن نوقع الأذى به عندما نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الذي نعبده وليس نحن، ولسنا عبدا للمأمور، عبدا لمن يأمرنا بإيذاء الشخص الآخر. نعم، شكرا لك أستاذ صالح الرويلي، ونتمنى أن نكون بهذه الحلقة قد أجملنا الأفكار التي حواها الفيلم الوثائقي، ونتمنى من الجميع مشاهدته. الفيلم الوثائقي 5 خطوات نحو صناعة الطغيان، طبعا هو موجود في الصفحة، موجود في صفحة فيسبوك الكتاب فكرة، ويمكنكم أن تطالعوها عبر موقع يوتيوب. شكرا لك أستاذ فالح، وشكرا لكم مستمعين الكرام، وحتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى من الكتاب فكرة. لكم منا أجمل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله.